مساء الخير عليكم جميعا. أنا مبسوطة جدا أن أنا بقيت من ضمن مهرجان الموسيقى العربية السنة دي. المهرجان دايما بيثبت جدارة أن هو من أهم المهرجانات اللي موجودة عندنا، فشرف كبير لي أن أنا أبقى موجودة النهاردة وسطيكم. أتمنى أن الحفلة اللي إحنا محضرينها لكم تعجبكم وتتبسطوا بيها. النهاردة يوم مختلف لأن المهرجان جمعني بشخص عزيز عليا جدا، بنشتغل مع بعض من زمان، وانا مبسوطه قوي 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 ان انا معايا النهارده مايسترو جورج كولت. الاغنيه اللي جايه انا اخترت ان انا اغنيها النهارده، لان بالرغم من كل اللي بيحصل في العالم حوالينا وخصوصا في العالم العربي، كل شخص بيعبر عن احساسه او عن رسالته بطريقته الخاصه وبالطريقه اللي هو بيوجدها اكتر من اي حاجه تانية. فالنهارده انا عايزه اوجه رساله سلام للوطن العربي كله والعالم كله. أغنية للشاعر عادل العش اللي قاعد معانا النهاردة. وأرجو منكم أن أنتوا تسمعوها وتسمعوا كلماتها بتركيز. عابر سبيل. مش بالظروف، والناس بتتكلم هنا